نتفائل يعني يكون المركز محمد السادس يكون اكثر جاهزين ان شاء الله. الاجواء كتمر باجواء رائعه، اجواء اخويه بين اللاعبين بين الطاقم، كل شيء واعي بمسؤوليه كنتهضرنا، كل شيء واعي بشنو كينتهضرنا في هذا المونديال هذا. ان شاء الله نتمنى نكونوا استخلصنا زعما العبار، استخلصنا الاجواء من هذا المونديال ان شاء الله، باش نقدروا ما امكن نشوف هذا المونديال لابعد نقطه ان شاء الله، ونشرفوا الكره المغربيه مره اخرى ان شاء الله. وبالفعل يعني الحمد لله التجربه هذه مع المنتخب الوطني عطاتنا واحد الاكسبيريونس كبيره، عطاتنا واحد الثقه في النفس كبر، ان شاء الله اللي خصنا نبارطاجيو مع باقي اللاعبين. وحتى هذوك اللاعبين بدورهم يعني راه كيلعبوا في واحد الفريق الكبير، كيتوجوا دائما بالالقاب، كيلعبوا دائما مناسبات كبار. نتمنى ان شاء الله ما نكونش محتاجين زعما الاجواء اكثر، كثر ما نكونوا زعما واجدين لا ذهنيا ولا بدنيا ان شاء الله، باش كيف قلت لك نشرفوا الكره المغربيه اكثر ونعكسوا التطور ديالها في السنوات الاخيره. تبارك الله.